ثقافتنا مش جديده يعني. المنضرب اولا بتتلخص في كلمتين اثنين او بندين اثنين، رواتب العمال رقم واحد، البند الاول كده مرتبات شهر سبتمبر متغير، شهر اكتوبر متغير، شهر نوفمبر متغير، شهر ديسمبر كامل. يعني دلوقتي هاخد شهر 11 كامل، يبقى عندي كده اعتبر 4 شهور، شهر 9 و10 و11 و12. دي مطالب العمال، مش هنعوز اكتر من كده. ادي بالنسبه للمرتبات. تاني حاجه عايزين الناس تشتغل، يعني الناس هنا في الشركه عايزه تشتغل، جميع الاقسام هنا بما فيهم حتى بتوع الامن عايزين يشتغلوا. لكن الاحداث اللي كانت بتحصل عشان تسليم الشركه وكده من الاحباط والكبت والمعيشه اللي الناس عايشاها، احنا عاذرين، احنا كمسؤولين في الشركه عاذرين بتوع الامن ان هم الوضع بتاعهم زيه زي زميله الاخر اللي بره اللي بيشتغل بره، فعايز اكل عياله. انا مش لاقي طبعا اكل ولا يعني ولا مسكن كويس ولا عيشه كويسه لعياله. فطبعا كل واحد بيبص للتاني حاليا، لان الشركه حاليا في انهيار تام. الشركه حاليا بدات في العد التنازلي، في عماله بتتوفى، في عامله توفت من شهر بسبب المعيشه اللي احنا فيها. اخ زميل لنا كان قاعد معانا وقاعد بيتكلم معانا وبيضحك، القبض لا بكره، لا ده بعد بكره، روح بالليل توفى الساعه 12 بالليل. الناس بتقع، فاحنا بنتساقط واحد ورا الثاني. والنهارده شركه السمنود بقت مقبره، وبناشد الوزراء كلها كده بما فيهم وزير الصناعه الدكتور منير فخري عبد النور، بقول له يا سياده الدكتور شركه سمنود بقت مقبره للعمال، مش تشغيل للعمال، بقت مقبره للعمال. فبناشد بقى الناس المسؤوله ان تسعى لي في صرف مرتباتنا في الاربع شهور المتاخره للعمال، لان العمال خلاص. يعني انا واحد من الناس ورايا التزامات، ورايا بنت في جامعه وبنت في ثانويه وعيل في اعداديه، انا مش عارف اعلمهم غيري. انا كويس عن غيري، في غيري تاني مش لاقي ياكل عيل، في غيري تاني عشته خلاص بدات في انحدار بسبب الغلاء اللي في السوق، البلد غاليه، وهو حاليا مش قادر يسد معيشته يعني بدات خلاص في النازل. يبقى معيشه بره غلاء وما فيش قبض في شغلته، هيعمل ايه؟ سواء ست او راجل، يعني الراجل بيدبر اموره. احنا عندنا النهارده 630 عامل وعامله من احسن العاملات على مستوى الجمهوريه. الناس ديت بتصنع الخامات اللي محدش بيعملها، بتطلع شغل فرنسا والمانيا والدنمارك وايطاليا، شغل عندنا في قسم النسيج عندنا من احسن الاقمشه وجوده الخامات، سواء مفارش، سواء ملايات، سواء كريبات، سواء فوط، بتطلع من عندنا من احسن الخامات اللي بتطلع. وطبعا احنا قلنا قبل كده في حديث مره واثنين، عندنا مكنه تعادل من احسن مكنات الانتيجو لسباخه الاقمشه في الشرق الاوسط، مكنه السوكر. المكنه ديت لسباخه الاقمشه النسجيه للجنس، خيوط الجنس. كان بيجي لنا عملاء هنا في سنه 90 كان المتر بيتباع ب 16 جنيه. المتر بيتباع ب 16 جنيه، سواء الخام الخفيف او الخام التقيل، الدك التقيل اللي هو المبرد. كان بيتباع باجود يعني الخامات بتطلع من عندنا، كان مثل الموزعين بره، ومنهم الهلباوي نفسه كان بياخد منتج شركه السمنود الاوبريات. الهلباوي نفسه من احسن الموردين في مصر، كان بياخد من عندنا احنا شغلنا احنا، وبيطلعه وبيحط الاستيكر بتاعه. كمثل قبل كده سابقا، الكلام ده طبعا من 3 سنين بالظبط، او بالمعنى اصح من قبل 2/10/2011، التوأمة اللي كانت بيننا وبين شركة مصر للغزو والنسيج بالمحلة اتعدمت بسبب إدارة المهندس أحمد ماهر، اللي كان احنا بنقول الأم بتاعتنا شركة المحلة، وبنقول التوأمة بتاعتنا شركة المحلة، خدونا لحم ورمونا عظم. المثل ده أنا آسف في اللفظ، يعني هو ده المثل ده اللي اتعمل في عمال شركة سمنود، عمال وعاملات. الناس خدتنا لحم ورمونا عظم. النهارده مش لاقيين ولا عميل عايز يشغل، ولا لاقيين منتج، ولا لاقيين اليات تشغيل، ولا لاقيين خامات تشغيل، ولا عندنا قطع غير للتشغيل، سواء في قسم الملابس عندنا او سواء في قسم النسيج عندنا. فالامور كلها النهارده بتتحصر
في انهيار الشركة. والنهاردة بدأت الشركة النهاردة في العد التنازلي للتسليم للحكومة. النهاردة احنا خايفين على شركتنا، فاحنا معتصمين عشان دي شركتنا احنا، وبنقول ان احنا خايفين عليها من البوابة للبوابة. مش الحكومة مش يقدر تاخدها مننا، سواء ولا البوابة دي هيقفوا امن مركزي ياخدها، ولا البوابة التانية امن مركزي ياخدها، لان دي شركتنا احنا. انا بقالي 30 سنة في الشركة دي، من شهر 7/85 انا مولود في الشركة دي، اعتبر مولود دي بيت الاول، مش بيت الزوجي لا، المعيشة بتاعتي الاولانية شركة سمود اللوبريات، اللي انا كنت جيت شاب فيها، والنهاردة راجل صاحب عيال.